الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يسود طقس صافي هذا اليوم في العاصمة الرياض مع 42 درجة مئوية الملموسة 38، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة أسرع. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها شمالا، تبوك طقس صافي 36 إلى 25 عفوا، سكاكا 35 إلى 23، وعرعر 35 إلى 22. المنطقة الغربية مدينة جدة 39 إلى 28، مدينة منورة 43 إلى 30، مكة المكرمة 39 إلى 30، والطائف 34 إلى 26. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 31 إلى 24، جازان 34 إلى 33، وأبها أمطار خفيفة مع 30 إلى 20. المنطقة الشرقية رياح نشطة وغبار خفيف في الدمام 41 إلى 28، الإحساء أتربة مثار 43 إلى 27، وحفر الباطن 41 إلى 30. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 42 إلى 28 مع طقس صافي، بريدة 39 إلى 25، وحائل 35 إلى 20. إلى اللقاء.